طيب وين وصلنا الحين؟ قاعدين نعجن. أيوة حطينا الدقيق. ايوه الحين انا بحط المويه ونعجنها مع بعض قبل ما نضيف المويه عشان تفضل كذا كريسبي. نقدر نقرب شويه المشين؟ ها نقدر نقرب المشين؟ ايه نقربها شويه كذا عشان نقدر ايش نشوفها المشاهد. حطينا المويه الحين. طيب بس حنستنى لما تنعجن. حلو اوكي. وانا حطيت المويه بس حق البيضه، احنا نحب البيض مع البوف. مره لذيذ اصلا، يدي نكهه مره 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 لذيذ. شطه وليمون. الله شطه. ويلي 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 اليوم ويلي. اليوم انا والشيف ضحى الليفل هنا فوق فوق جوع وكذا ما شاء الله الانرجي وبس. والحياه من سعه صح. الحين في عجانات في كل شيء، احنا حنستنى بس حنحرك هنا ينزل الدقيق. اوكي انت سمعتي عن شو اسمه اكله مصريه اسمها المخلل البتنجان؟ بسويها اليوم ان شاء الله يمديني. هذه الاكله انا مره احبها. أي. اللي لما تروحين تاكلين طعميه وانت عارفه انا بايش استمتع في مصر لما اروح اكل. أي. فول العربيات. انا عارفه حتى هناك ما يقولون ساندويتش، شقه بأربعة ونص جنيه. الله ليه يسمونها شقه؟ لانه هم العيش حقهم كذا ويشقونها. ايش رايكم فيني بس؟ كرشي. فانا صراحه بقول لكم شغله، انا يعني احب بطني يعني. لا انا اقول لك انت مو كذا كمان، انت ما شاء الله لا قوه الا بالله تستلذي. يعني كنا نحكي انا وشيف ضحى قبل يومين عن لما الواحد من يسافر وين يروح ياكل، ايش المطاعم اللي يحبها. شوف ضحى كانت تقول لي احب اروح اكل من اكل اهل البلد. اهل البلد أي. ايوه يعني الكشكات ولا المطاعم الصغيره وهذه اللي تديكي نكهه اهل البلد فعلا. يعني هي اللي مثلا نتكلم انه السفر في تبادل ثقافات، في معرفه، تتعرف على ثقافات الناس. والاكل على فكره واحده من الثقافات اللي هي مره مهمه ان الواحد يعيش تجربتها بشكل بالضبط. صحيح. وفي اشياء احنا انا احسها. انتوا لاحظتوا كيف تكت على؟ لا شوفوا انا في اشياء تفاصيل صغيره هي اللي تصنع. اي يعني ايش الفائده انا اروح اقعد بوتيل واشرب كاسه شاي واقعد كذا؟ لا اروح اشوف الناس. يعني هنا بقول لكم شغله، انا يعجبني في الشعب المصري اليوم بتكلم انهم مره عندهم الرضا. يا اخي وين ما اقعد الحمد لله احنا عايشين، واقعد كذا وياخذ ويعطي. فاحب هذه يعني، عرفتوا كيف؟ يعني لما رحت الهند وشفت الناس وكيف عايشين وكيف كل حضاره كذا اروح لها اخذ الشيء الحلو، اخذ التفاصيل. هم مبتسمين يا جماعه، والله انا شفت شيء في الهند يعني يا رب لك الحمد والشكر على نعمة هالبلد. يعني شيء ما يستخيله العقل، ولو تشوفوا كيف مبسوطين. عندهم هم أكل الشوارع فود ستريت هذا شيء يعني عالم. يأكلون كذا الشطة كنا فصفص وهم مبسوطين. هم يا الله يعني وضعهم أي. بس بسيط مبسوطين. بسيط بسيط جدا، بس انهم عايشين. فاحنا نبغى زي كذا، نبغاكم زيهم تكفون كذا. يعني لا تزعل على المطعم اللي ما رحتوا ب 550. أيوة. يعني تتسهل تروح بالضبط.